السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. طبعا انا بشكر حبايب قلبي اللي كل اللي باركولي على الميت مشترك. بجد انا بشكركم جدا جدا جدا. ودي توقعات شهر نوفمبر شهر 11 لمواليد برج الحمل. ايوه مواليد برج الحمل، انا نزلت لك توقعاتك بدري اهي علشان انت بجد من الناس اللي هي بتتفاعل معايا جدا، ودايما موجودين معايا في القناه، وفيديوهاتكم دايما بتكون مرفوعه. فان شاء الله باذن الله زي ما فيديوهاتكم مرفوعه هيكون لشهر 11 عندكم انطلاقات جديده واخبار حلوه، وفنجانكم باذن الله يدخل عليكم شهر 11 بالسعاده والهنا والفرحه لقلبكم. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. ان شاء الله يا برج الحمل هيكون عندك اخبار حلوه وعندك احداث حلوه، وكل اللي انت مستنيه وكل اللي بالك مشغول بيه تلاقيه في فنجاننا النهارده. يلا بينا ندخل بالطاقه الايجابيه ونركن على جنب الطاقه السلبيه ونشوف فنجان برج الحمل هيقول لنا ايه وطاقته ايه. ايه ده يا برج الحمل؟ ده انت عندك اخبار كتير وعندك احاديث كتير جدا. شكلنا هنطول شويه مع بعض يا برج الحمل لحد ما نشوف حكايتك مخبيه لك ايه او ايامك اللي جايه فيها ايه. بسم الله ما شاء الله. بص يا برج الحمل، اول حاجه انت ماشي في طريق، ماشي في طريق والطريق ده حاسس ان هو في بعض العراقيل عندك. بالفعل الطريق ده في بعض العراقيل عندك. عندك هنا امور حلوه جدا هتتحسن في حياتك، هيبقى عندك بعض الحاجات اللي انت هتعملها. يعني شهر 11 ده من اول بدايه شهر 11 انت هتدخل في قرار مهم، هتدخل في حاجه مهمه جدا. اي نعم انت هنا عندك حاله ركود، عندك ركض، عندك صراع، عندك شوية حاجات عاملة لك التوتر وعاملة لك الحزن، بس مش عايزة أقلقك، أنا عايزك بس تبشر. أيوة عايزك تبشر. الأيام دي بمجرد أيام هتعدي في حياتك، بمجرد أيام هتعدي، أنت هنا هيكون عندك انطلاقة جديدة وهتدخل في طاقة إيجابية اللي أنت مستنيها من بدري. شوف إيه هي طاقتك وطاقتك الإيجابية اللي أنت هتدخل فيها. عندك هنا يا برج الحمل ورق، ورق في المحكمة، ورق في موضوع شاغل بالك، عندك قضية، عندك دخول محكمة الشهر اللي جاي، هيكون عندك أوراق كتيرة جدا هتخلص أهي. أنا شايفة إن أنت هيكون عندك بصمة حلوة جدا في حياتك، فالبصمة دي ورقها هتخلص وهتاخد حريتك، أو ممكن كمان يا برج الحمل يكون رجوع حق. في حاجات فقدت فيها الأمل أهي، حاجات فقدت فيها الامل وحاجات مضايقاك، مضايقاك ومخليك مخنوق ومش طايق نفسك. الطريق اللي انت ماشي فيه حاسس ان هو طويل ومليت منه وزهقت، حاسس ان هو طريق طويل، طريق كله جبل، حاسس ان انت ما بتعملش حاجه مفيده. لا يا برج الحمل، انت بس اللي تعبك نفسيا ان حواليك ناس يعني مش عايزة أغلط فيهم، دايما بيجيبوا سيرتك بالحاجة اللي مش كويسة، دايما بيتكلموا عليك، دايما عايزين يأذوك، دايما عايزين يوسخوا سمعتك بكل الطرق عشان حاسين ان انت احسن منهم. بالفعل انت احسن من ناس كتيرة جدا يا برج الحمل. دايما متكل على ربنا، دايما بتقول يا رب بشرني بما انتظر، يا رب اكرمني، يا رب اهديني، يا رب اصلح حالي. انت بس بتدعي ربنا كتير جدا، وبالفعل كل دعواتك مستجابة يا برج الحمل علشان انت قلبك طيب، واللي عامل لك المشاكل وعامل لك الحزن ده هو طيبة قلبك في حياتك. فانا مش عايزاك تقلق يا برج الحمل خالص، علشان انا جايبه لك اخبار حلوة وجايبه لك انطلاقات باذن الله هتفرحك وهتديك انطلاقة حلوة، بس انت دايما خلي عندك ايه؟ ايمان بالله. بص يا برج الحمل، اول حاجة انت هنا في موضوع اتفتح قدامك، في موضوع اتفتح قدامك هنا ومش عارف تاخد فيه قرار ولا عارف تعمل فيه ايه. كل اللي شاغل بالك ان انت في حاجة معينة عايز توصل لها، فعمال تسارع وعمال تجاهل وعايز توصل بكل الطرق. وفي حاجة يا برج الحمل خلي بالك، كل ما تاخد خطوة لقدام بترجع ألف ورا، كل ما تاخد خطوة لقدام بترجع مليون خطوة لورا، بسبب تجديد السحر اللي في حياتك، بسبب تجديد السحر اللي في حياتك. هيكون عندك هنا تسوية بعض المواضيع، هيكون عندك هنا أمور هتسويها، هيكون عندك أمور هتحاول إن أنت تسويها بالخير، بالخير. بص يا برج الحمل، أنت هنا دموعك قريبة منك، يعني دموعك على خدك. ليه؟ ليه دموعك على خدك يا برج الحمل؟ ليه حاسس بالحزن رغم ان كل الناس حواليك؟ انا مش عايزاك تقلق علشان الفرحه اللي جايه دي هتفرحك باذن الله. عندك مكالمه مهمه، عندك مكالمه مهمه او اشتياق او لهفه، عندك مكالمه مهمه يا برج الحمل حلوه جدا.
كان عندك علاقة مع برج الثور وانفصلته. برج الحمل، انت كان عندك علاقة مع برج الثور وانفصلته بسبب طرف ثالث تدخل بينكم وعمل لك مشاكل. طرف ثالث تدخل وعمل لك مشاكل. بسم الله ما شاء الله، انت هنا هيكون عندك خبر حلو هتسمعه، الخبر ده هيديك فرحة في قلبك. شايفة كمان يا برج الحمل ان انت هنا اعلنت الحرب على المقربين اللي هم من دمك ولحمك. في غدر حصل منك وكسرة وخزلان من المقربين، من المقربين لقلبك، وده اللي تعبك. انت هنا منفصل عن الشريك يا برج الحمل ومستني رجوعه. يعني انت منفصل عن الشريك ومنتظر رجوعه، منتظر لم شمل، منتظر حاجات كتير. عندك هنا عودة لحد مسجون او حد في خنق او حد في ضيق، في حد عندك في ضيق وفي خنقة. مين الشخص اللي نفسك تشوفه وهو بعيد عنك بقاله فترة كبيرة، بقاله فترة كبيرة جدا هو بعيد عنك ومشتاق له جدا يا برج الحمل، انت مشتاق له جدا. بسم الله ما شاء الله، هتدخل في طاقة ايجابية الايام اللي جاية، هتدخل في طاقة ايجابية رغم ان انت دخلت في خيبات امل كتير جدا يا برج الحمل، بس ما تقلقش انت هتدخل في طاقات ايجابية الايام اللي جاية. انت بس اللي تعبك اليومين دول ان انت متكتف، ان انت مش عارف تاخد قرار ولا تعمل اي حاجة في حياتك. ما تقلقش، انت هنا هيكون عندك تحسن الايام اللي جاية، هيبقى عندك راحة بال بإذن الله، وعيونك هتدمع من كتر الفرحة بفضل ربنا علشان خاطر انت دعيت ربنا في يوم من الايام وربنا استجاب لدعائك. خلال 4 ايام من الشهر اللي جاي هيكون عندك حظ حلو يا برج الحمل، هيكون عندك حظ حلو. عندك علاقة مع برج الجدي وحصل مشاكل وحصل انفصال. بص يا برج الجدي، يا برج الحمل، انت هنا عندك علاقتك مع برج الجدي هيبقى فيه مكالمة الايام اللي جاية، هيبقى فيه مكالمة وممكن يكون فيه لم شمل، بس القرار هيبقى قرارك يا برج الحمل وانت اللي هتختار تكمل ولا لا. في مواضيع هتتفتح قدامك لازم تكون مستعد ليها، لازم تعرف تواجه، ما تخليش حد يشمت فيك. عندك هنا يا برج الحمل حرف الميم وحرف الالف وحرف النون وحرف السين وحرف الصاد، كل الحروف دي حواليك اللي وقع منهم غدر وخيانات واللي ظلموك. عندك علاقة مع برج الجوزاء كانت علاقة نرجسية وكانت علاقة فاشلة وكان فيها بعض التعب اللي اتخزلت منهم. شايفة لك كمان يا برج الحمل ان هنا عندك 4 بومات، وانا دايما اقولهم لك 4 بومات مش سايبينك في حالك، دايما بيتكلموا عليك، دايما عايزين بقى، هم اصلا عايزين يأذوك وعايزين يوقعوك وسقوطك. ال4 ستات دول انت عارفهم، ما تقوليش ما عارفهمش، لا انت عارفهم كويس جدا ودايما بتقول انا عارفهم، بالفعل انت عارفهم بس مش عارف تعمل ايه. في منهم واحدة يا برج الحمل من اهل الشريك، اخت الشريك، سلفة، ام الشريك، في واحدة عندك 6 وبناتها مش وراهم حاجة غير ان هم يأذوك، مش وراهم حاجة غير ان هم يتكلموا عليك ويعملوا لك مشاكل في حياتك، دايما بيسلطوا الشريك عليك، دايما عايزين يأذوك، وعلشان كده انت عندك ما عندكش استقرار. انت يا برج الحمل عندك سحر مرشوش، سحر مرشوش، سحر بوقف الحال، سحر بتقليل الرزق، سحر بالتفريق، عندك سحر مرشوش. عندك بعض المشاكل في حياتك، الناس يا برج الحمل مش حبالك الخير علشان انت بتعرف تتعامل. عندك شخص في حياتك نرجسي، شخص في حياتك مش كويس، شخص في حياتك بيحب العلاقات الكتير وانت عارفه بس مش عارف تعمل ايه. احلامك فيها كوابيس، احلامك فيها توتر، في موضوع محيرك ومش عارف تاخد فيه قرار يا برج الحمل. العين صايباك بكل الطرق، الحسد تحس ان هو ماشي في دمك ومش عارف تعمل ايه. بص يا برج الحمل، علشان ظهر لك برج الثور تاني، برج الثور هيرجع لك ندمان، عندك رجوع من برج الثور ندمان، هيرجع لك ندمان ويقول لك سامحني وما تزعلش. عندك هنا حد تعبان في حياتك، حد تعبان وانت زعلان عليه ومهموم، ايوه زعلان عليه ومهموم بسبب ان هو حاسس ان انت مقصر معاه بس انت مش بايدك حاجه تعمله، مش بايدك حاجه تعمله. كان عندك علاقه مع حد على السوشيال ميديا، اتعرفت عليه ودخلت في علاقه جديه وفي الاخر حصل مشاكل وعملتوا لبعض بلوكات. ما تقلقش يا برج الحمل، علشان الشهر اللي جاي هيفك لك البلوك وكمان هيرجع لك ويقول لك انا اسف على اللي عملته معاه. في بينك وما بين في عملك في دراستك حاسس انه في عراقيل، في واحدة ست في عملك يا برج الحمل بتكرهك وعمالة تنق عليك، فخلي بالك واحذر منها كويس جدا.
كان عندك علاقة مع برج العذراء وانفشلته بسبب الأهل، بسبب الأهل، بس ظلموك يا برج الحمل، ظلموك وجوا عليك. فتاء الحمل مظلومة من كل المقربين اللي في حياتها، مظلومة من أقرب الناس اللي في حياتها. برضو يا برج الحمل كان عندك علاقة مع حد من برج الحمل، الديانة بتاعته غير ديانتك، الديانة بتاعته غير ديانتك، كان في فرق بينك وما بينه، وبرضو أنت دخل طرف ثالث خرب عليك، الطرف دخل طرف ثالث خرب عليك. حياتك ماشيه زي ماشيه حلو، بس انت بتدخل نفسك في عراكيل بتعمل لك توتر. انت ليه متسرع يا برج الحمل؟ ليه بتحكم على الناس بطريقه بسرعه من طيبه قلبك؟ طب اقول لك على حاجه وهتجاوب عليا في الكومنتات، انت زعلان على حاجات كتيره جدا في حياتك، زعلان على اللي دخلتهم وقلت مستحيل يغزلوني وخذلوك وصدموك، صح ولا مش صح؟ زعلان على اللي كبرته وعليته واديته فلوسك واديته حياتك وضيعت شبابك وعمرك عليه وخذلك، صح ولا غلط؟ زعلان على حاجات كتيره جدا في حياتك. طب انا عايز اقول لك حاجه يا برج الحمل، الزعل ده هيفيدك؟ انت لما تزعل وتحزن وتمرض حاجه هتفيدك؟ مفيش حاجة هتفيدك يا برج الحمل. فانت لازم تكمل وتعافر وتجاهد، واللي راح منك انساه، اللي فات عمره ما هيرجع يا برج الحمل. فانا شايفه لك مشروع جديد، اي نعم في نميمة عليك، وزي ما في حاجات حلوة في حاجات وحشة، بس الحاجات الحلوة هي اللي هتعوم على حياتك. جدد من نفسك، جدد من الطاقة الإيجابية في حياتك، ابعد عن الطاقة السلبية. الناس اللي معمول لها سحر تكتب تم هيوصل لها علاج السحر على قناة اختي، علاج السحر المرشوش والمأكول والمدفون. فيا برج الحمل لو انت حاسس ان انت عندك سحر بوقف الحال باللخبطه، ان شاء الله باذن الله هيتفك. بس انا مش عايزاك تدخل في طاقات سلبيه. انت عندك شجره، والشجره معناها في الفنجان خير، معناها رزق، معناها فرحه، معناها انه هتجيب لك اخبار حلوه، بس في عراقيل في حياتك، فانت لازم تتخطى العراقيل علشان تكمل. عندك عين قويه جدا، العين دي من الجيران، من البيت، من المقربين لحياتك. ايوه من المقربين لحياتك. عايزك تخلي بالك كويس جدا 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 يا برج الحمل، وتخلي بالك كويس جدا من علاقتك مع برج التور، علشان برج التور ظهر لك كتير، ظهر لك كتير، وظهر لك حرف الواو وحرف الراء، انت عندك حروف كتيره جدا في حياتك، فلازم تخلي بالك كويس جدا. وخلي بالك الحروف اللي انا ذكرتها منهم الناس اللي عامله لك السحر، ايوه منهم الناس اللي عامله لك السحر، علشان دي الحروف الظلم اللي وقع عليك في حياتك. فعايزك تخلي بالك كويس جدا، وتخلي بالك من اهدافك ومن حياتك. هنشوف بقى فنجانك بيقول لك ايه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بص يا برج الحمل، اول حاجه انت هنا عندك نغزه في قلبك، ايوه عندك نغزه في قلبك، وعندك بعض العراقيل اللي واقفه في حياتك. هنقول العراقيل دي واحده ست في حياتك، هنقول العراقيل دي واحده مش حابه لك الخير، هنقول ان هي واقفه لك بينك وما بين هدفك. عندك كمان يا برج الحمل الفتره اللي جايه دي هيكون لقاء عاطفي حلو جدا بينك وما بين الشريك، هيكون لقاء حلو بينك وما بين الشريك. وعايزه اقول لك كمان يا برج الحمل ان انت الفترة اللي جاية هتتعرف على حد جديد، وهيبقى عندك تحقيق أمنية بإذن الله، يكون عندك تحقيق أمنية. أنت مستني لم شمل، مستني لم شمل، أو منتظر حاجات كتيرة جدا في حياتك. عندك علاقة مع برج الحوت، برج الحوت ده كان بتاع ستات، أو كان في علاقة نرجسية، أو كان ظلمك. عندك كمان علاقة يا برج الحمل مع برج الكوس، وفي واحدة تانية مش كويسة وقعت بينكم ودخلت بينه وما بينه، وممكن انت كمان تكون طرف تالت تدخل بطريقة رهيبة. عندك هنا كمان يا برج الحمل في حد انت عندك هنا بتحبه جدا، بتحبه جدا جدا جدا، والحد ده رغم ان هو بيظلمك بيظلمك جدا، بس انت برضو بتحبه، بتحبه ومهما يعمل برضو انت بتحبه. عندك هنا مواجهات مع بعض الاشخاص اللي في حياتك، بس مين الطفل اللي عندك يا برج الحمل زعلان عليه؟ مين الطفل اللي عندك زعلان عليه جدا وبالك مشغول بيه ونفسك ربنا يشفيه، او نفسك ربنا يغير حاله؟ لو الطفل ده عندك في بيتك زعلان، روح وسمعه الكلمتين دول. لو هو تعبان وبيعاني من ضيق او خنقه او مرض، باذن الله ربنا هيشفيه اهو، علشان انت هنا يا برج الحمل مهموم وحزين وشايل حمل كبير، وماسك الطفل ده واخده في حضنك وزعلان عليه.
الطفل ده لو مريض ربنا هيشفيه، لو بعيد عنك ربنا هيلم شملك بيه. فاللي انت اللي لو الطفل ده عندك سمعه الكلمتين دول، قول له ما تقلقش على حياتك باذن الله، او لو كان حد مريض باذن الله ربنا هيشفيه. انت هنا النفسيه عندك يا برج الحمل تحت الصفر، ايوه النفسيه هنا عندك تحت الصفر علشان انت مخنوق وتعبان. كان عندك علاقه مع برج العقرب، وانا المره اللي فاتت قلت لك وعايزه اقول لك تاني ان هيرجع لك، وهيرجع لك حزين علشان هو اتعمل له سحر بلخبطه الحال. والشخص اللي مسجون عندك اللي انت بالك مشغول بيه ربنا هيفك كربه الايام اللي جايه وهيطلعوا لك براءه باذن الله، بس انت قول امين. بص يا برج الحمل، رغم ان انت مهموم وتعبان من اللي غدروه اللي غدروا بيك واللي ظلموك، وتعبان من كتر التفكير والقهر اللي في قلبك، رغم ان انت هيكون عندك اخبار حلوة باذن الله، وباذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى هيكون عندك اخبار حلوة. اليومين دول انت مصدع جدا ودماغك مشغولة جدا جدا جدا، بس ما تقلقش لو انت بالك مشغول من الناحية العاطفية فعندك رسالة من الحبيب الايام اللي جاية في شهر نوفمبر شهر 11. دموعك بتدري في عيونك، دموعك بتجري في عيونك يا برج الحمل بسبب الظلم اللي واقع عليك، بسبب الظلم اللي واقع عليك. الشخص اللي ظلمه ما تقلقش، والله ربنا هيجيب لك حق. ايوه هيجيب لك حقك. عارف هيجيب لك حقك ليه؟ علشان انت طيب وبتتعامل بطيبة دايما، بس انت دايما حتى بينك وما بين اسرتك، بينك وما بين الاسره مشاكل، بينك وما بين الاسره مشاكل، بينك وما بين الاسره تعب وضغط نفسي من كل الطرق، ضغطين عليك بطريقه رهيبه. انت محتاج بس حد يطبطب عليك، محتاج حد يقول لك مالك فيك ايه، مفيش حد واقف جنبك، مفيش حد بيساعدك، حتى الاهل جايين عليك ودايما بيتكلموا عليك، عندك مرات اخ، عندك اخت الشريك، عندك الحما، عندك ناس كتيره جدا مش حابين لك الخير وبيحقدوا عليك وبيغيروا، تلاقي كده فيهم حقد، فيهم غيره، دايما في حقد كده على حياتك، دايما عايزين يعرفوا، دايما حاسين ان انت احسن منه. عارف يا برج الحمل انت امتى هترتاح؟ لما تطلع من البيت اللي انت فيه، لما هتطلع من البيت اللي انت فيه صدقني هترتاح وهيكون عندك اخبار حلوه. انت هنا عندك سفر وبالك مشغول بيه، عندك سفر وبالك مشغول بيه، كل ما بتوصل لهدفك بترجع، كل ما بتوصل لهدفك بترجع، بالك مشغول باسئله كتير جدا جدا جدا. حاسس ان عندك وقف حال وعندك عراكيل. لا يا برج الحمل، لا يا برج الحمل، انا عارفه ان السحر دمرك، السحر جايالك من واحده ست، الست دي وقفالك بكل الطرق، دايما مش عايزاك تكون مبسوط، بس ما تقلقش رغم ان السحر دمرك، بس رغم ان ربنا هينتقم لك من كل اللي اذاك باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. مين الشخص اللي عندك في غربه والفتره اللي جايه هيكون عندك لم شم؟ مين الشخص اللي عندك في غربة وهيكون عندك لم شمل معاه وهتدخل في أخبار حلوة؟ في طريق يا برج الحمل واقف قدامك ونفسك تعديه ومش عارف، في طريق واقف قدامك ومش عارف تعديه، ده بسبب ايه؟ يا هل ترى انت لسه ما خدتش القرار، ولا هل ترى انت لسه ما لملمتش فلوسك علشان تعمل اللي انت عايزه، ولا ايه اللي ناقصك يا برج الحمل؟ في حاجة ناقصاك، في هنا حاجة ناقصة. مين الشخص اللي غدر بيك أكتر من مرة وبتديه فرص علشان انت لما بتقفل من حد خلاص يلا السلام، مستحيل تكمل تاني أو تعمل. عارف السحر، السحر جاي لك من مين؟ من الأقارب، من الأخوات، من اللي عندك، من اللي عندك في أرض بيتك، من اللي عندك في أرض بيتك، من اللي هم مش حابين لك الخير. كان عندك علاقة مع برج الأسد ومن كتر الحسد انفصلته، من كتر المشاكل انفصلته. عندك هنا كمان يا برج الحمل هيكون عندك هنا خبر حلو، بس في أعداء حواليك، أيوه في أعداء حواليك مش حابين لك الخير، والأعداء دول جنبك، منهم فيكم يعني، من اللي عليك. عندك شهر 11 ده هيكون عندك هنا زي ما قلت لك تعرف على حد جديد، والتعاقل حد ده هيغير وجهة نظرك في الحياة، ايوه هيغير وجهة نظرك في الحياة. مين عندك؟ انا قلت لك المرة اللي فاتت ان انت عندك واحدة منقبة، واحدة منقبة من الجيران، خلي بالك منها، خلي بالك منها وما تديهاش اي مجال ان هي تدخل بيتك، ما تديهاش اي مجال، وانا مش هفضل اقول لك الكلام ده كتير يا برج الحمل، ما تديهاش اي مجال ان هي تدخل بيتك. انت هنا في حاجه ناوي عليها يا برج الحمل، حاجه ناوي تعملها،
في حاجة ناوي تغير العتبة اللي انت فيها، ناوي تغير المكان، ناوي تنقل، ناوي تعمل حاجات كتيرة جدا. عندك يعني فتاة الحمل حصل عندها إجهاض ومستنية الذرية الصالحة، انت عندك هنا انتظار لأطفال أو نفسك في أطفال، فبإذن الله الشهر اللي جاي هتسمعي خبر حلو، هتسمعي خبر حلو جدا بإذن الله. في واحدة هنا رفيعة، الست دي مش كويسة، الست دي مش كويسة وشها رفيع كده، تحس ان هي اصلا خلاص انت مش قادر، بالك مشغول عن الشريك قوي انت يا برج الحمل، بالك مشغول عن الشريك قوي. عندك ما تقلقش، انت عندك هنا الشريك هيرجع لك. في مشروع داخل فيه يا برج الحمل، في مشروع هنا داخل فيه انت، الموضوع ده اللي انت داخل فيه او اللي هيتعرض عليك الايام اللي جاية هيفرحك بإذن الله هيفرحك. بص كمان يا برج الحمل، انا عايزاك تخلي بالك من مرات الاخ الايام اللي جاية وتحط عينك عليها. انت هنا نفسك في راحة بال، انت اصلا ما بتدورش غير على راحة بال. وارجع واقول لك تاني، خلي بالك من مرات الاخ الايام اللي جايه، مش هقول لك راقبها بس خلي بالك منها، خلي بالك منها كويس جدا جدا جدا، وخلي بالك من تصرفاتها. في هنا حد بحرف السين، الحد ده مش حابب لك الخير، حد بحرف السين مش حابب لك الخير. عندك طفل من برج العذراء قلبك موجوع عليه وزعلان، قلبك موجوع عليه وزعلان. مين اللي من برج الميزان عندك يا برج الحمل وقع عليك منه ظلم؟ احذر من السلفة يا برج الحمل، احذر من السلفة الايام اللي جاية، وخلي بالك لشهر 11، خلي بالك وحط عينك في وسط راسك. برضو ارجع واقول لك تاني يا برج الحمل، دموعك على خدك ليه؟ ليه دموعك على خدك؟ في امل، خلي عندك امل في بكرة، ربنا كبير، ربنا هياخد لك حقك، ما تقلقش. انت عندك هنا تحقيق امنيات، عندك امور حلوة بإذن الله، في حاجات كتيرة جدا هتفرحك، في انطلاقات جديدة، بس دايما احلامك فيها كوابيس. ناس بتقول لك احنا بنحبك وحابين لك الخير وهم اصلا مش كويسين وعايزين يأذوك بكل الطرق. ايوه عايزين يأذوك بكل الطرق. في واحده ست وبنتها بيعملوا اسحار على طول لحقليك، عشان كده عندك نفور من حياتك بالكامل. مين الست اللي دخلت بيتك وسرقتك؟ مين الست اللي دخلت بيتك وسرقتك؟ مين برج السرطان اللي وقع عليك منه ظلم واخد منك مالك يا برج الحمل؟ ايوه واحده ست من برج السرطان دخلت بيتك وسرقت منك مالك. انا دايما اقول لك يا برج الحمل ان انت تحذر من الاقارب، الاقارب تحذر منهم وتخلي بالك كويس جدا، عشان انت هنا هيكون عندك انفراجه حلوه، فعشان كده لازم تخلي بالك. في صديقة ليك يا برج الحمل انت قطعت علاقتك بيها بسبب ان وقعت عليك اذى منها. برج الدلو ظلمك، برج الدلو ظلمك اليومين دول. انت يا برج الحمل حاسس ان من كتر الضغط اللي انت فيه مش خلاص، زهقت وتعبت ومش حابب اي حاجة. في موضوع شاغل بالك يا برج الحمل هنا، ونفسك الموضوع ده يخلص بكل الطرق. ايوه نفسك الموضوع ده يخلص بكل الطرق، فما تقلقش، عشان خاطر الموضوع اللي جاء، الموضوع ده باذن الله هيخلص وربنا هيأثر لك الامور. الهم اللي انت شايله ده هينزاح، الهم اللي انت شايله ده هينزاح. عايز اقول لك يا برج الحمل انه في واحده ست بتصلي على طول وبتدعي لك، اهي بص راقعه في الارض بتصلي على طول وبتدعي لك، علشان عارفه ان انت مظلوم. مين الست دي يا برج الحمل؟ دايما بتصلي كده وبتدعي لك. عندك دعاء من ربنا مستجاب، والله عندك دعاء من ربنا مستجاب. اي نعم انت وقع عليك ظلم كتير جدا من ناس كتير جدا في حياتك، بس ما تقلقش، ربك قادر على كل شيء. شهر 11 ده هيبقى فيه زيادة مسؤولية، بس هيكون فيه انطلاقات حلوة. ايوه هيكون فيه انطلاقات حلوة. دايما فلوسك متبخرة بسبب الحسد، مش عارف تعمل اي حاجة في حياتك بسبب العيون، بسبب الحقد اللي جاي لك من المقربين اللي هم من دمك ولحمك. اللي في ايدك مش ليك، اكتم وداري شوية يا برج الحمل، داري على شمعتك تقيد،
داري لو في اي حاجة في حياتك ما تتكلمش عليها. مين اقرب الناس اللي قهروك وظلموك؟ مين اقرب الناس اللي ظلموك وجا عليك؟ بص يا برج الحمل، انت الايام اللي جايه دي هيكون عندك فرحه حلوه جدا، وهيكون عندك هديه. ايوه هيكون عندك فرحه وهديه. رغم ان انت مضغوط من اشياء كتيره جدا في حياتك، بس ما تقلقش ما تقلق، الشخص اللي ظلمك باذن الله ربنا هياخد لك حقك منه. عندك هنا خبرين حلوين هيجولك الايام اللي جايه وهيفرحوك. بتعاني من بعض التعب اللي في حياتك يا برج الحمل، انت بتعاني من توتر، من حيرة، من لخبطة، من بعض الحاجات اللي عاملة لك عراقيل. انا مش عايزاك تقلق، شهر 11 هيدخل عليك بالخير وبالسعادة وبالهنا وبالرزق، بس انت اكتم وداري. ايوه اكتم وداري. اي نعم محدش حاسس بيك، محدش حاسس قد ايه انت تعبان، محدش حاسس قد ايه انت مظلوم، محدش حاسس قد ايه قلبك موجوع. مش عايزاك تقلق خالص يا برج الحمل، انا في اخبار حلوه جدا جايه لك شهر 11. عايز اقول لك شهر 11 هيقدم لك انطلاقات، وهيقدم لك تحقيق امنيه، وكمان لم شمل مع الحبيب اللي هو برج الثور، وكمان برج العذراء وبرج الجدي، وهيكون عندك بعض الابراج اللي هترجع لك الشهر اللي جاي، وان شاء الله باذن الله هيرجعوا لك ندمانين، وهيبقى عندك رجوع حق او هتاخد حقك من اللي ظلمك. بس بلاش تفكر كتير جدا في المستقبل، بلاش تبقى خايف زياده عن اللزوم على الايام اللي انت فيها، لا كمل وعافر وجاهد ووصل لهدفك ووصل لحلمك، علشان حلمك قدامك، حلمك قدامك، وحياتك اللي جايه هتتحسن. تحياتي ليك، وانتظر باقي توقعاتك للشهر اللي جاي.